يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صليت وقرأت بعد الفاتحة آية واحدة فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء في هذا، لأنك قرأت ما تيسر من القرآن، والآية الواحدة يشترط فيها أن تستقل بالمعنى، ما تجيب آية مرتبطة بما بعدها ولا يكمل المعنى إلا مع ما بعدها أو ما قبلها. إذا كانت الآية مستقلة بالمعنى فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.